إذا اطلعنا بشكل عام الأشياء اللي أخذناها أو نطلع على الكومبوننتس الرئيسية لأي درايف سيستم، في عنا هون المحرك أو الأكتويتر، وعندنا الأوتبوت عادة من المحرك يعني الجير بوكس، أو بشكل عام بيكون في عندنا ميكانيكال انترفيس. عادة الديفايس اللي بعد المحرك بتعمل نوع من الماتشينج. ايش يعني ماتشينج؟ ايش يعني كلمة ماتشينج؟ لا تمام، بس انا بدي كلمة ماتشينج بشكل عام اوفق بين اشيين، اوفق بين شخصين. ماتشينج يعني يصير اخلي واحد منهم مناسب اكتر للتاني. او فهون انا عندي المشكلة عادة بتكون في المحرك، في عندي هاي سبيد لو تورك، عادة مش دائما بس كثير من الاحيان عندي هاي سبيد لو تور، واللود انا ايش بدي عليه؟ بدي احاول انزل السرعة وارفع التور. فالميكانيكال الجير بوكس او الميكانيكال انترفيس بشكل عام بيعمل عملية الماتشينج. عملية الماتشينج بصير عندي لو سبيد هاي تور. الباور شو بيصير في الباور؟ ثابت. انا ضربت هون هاي سبيد في لو تورك وضربت هون لو سبيد في هاي تورك، الكونزرفيشن انرجي ما في مصدر طاقه جديد في الجير بوكس، فالطاقه اللي دخلتها هي نفسها طبعا مع شويه افشنسي لوس بس ما بتكبر. يعني ما حد يستغرب يقول لي كيف دكتور كان عندي لو تورك وصار عندي هاي تورك، زي ما نقول كيف عندي لو فولتج واعطيت هاي فولتج، مش انا المحرك الترانسفورمر بحط فيه لو فولتج وبيطلع معي هاي فولتج مزبوط، جبت انا طاقه فروم نذنج، ايش اللي صار؟ شو اللي خسرته في الترانسفورمر؟ كارنت اوكي. اذا الكونزرفيشن اوف انرجي او الكونزرفيشن اوف انرجي محفوظ، اللي ها هون عندي لو سبيد اعطيت هاي سبيد حولتها للو سبيد، ولو تورك حولتها لهاي تورك، ولذلك هذا الشافت احيانا راح نسميه راح نرمز له دائما بهاي سبيد شافت، وهذا راح نسميه لو سبيد شافت. لكن بشكل عام راح تشوفوا في هذا الكورس مش دائما الميكانيكال انترفيس هو جير بوكس، ممكن يكون عندي اشياء ثانيه، ممكن احيانا ما بحتاج جير بوكس، ممكن يكون عندي اللود مناسب تماما مباشره للمحرك فمباشرة بشغل من الموتور، ممكن يكون الميكانيكال انترفيس باور سكرو او ليد سكرو ها. بس بشكل عام في كثير احيان بحتاج انا ميكانيكال انترفيس ما بين المحرك واللود، والمحرك المفروض انا اسميه اكتويتر كتعبير عام، وهذا بتشوفوه اكثر في الام اس دي، بناخذ الفكره الاعم انه هذا اكتويتر، ممكن يكون لينير اكتويتر، ممكن يكون روتري اكتويتر زي ما هو هون. هذا عباره عن انرجي كونفرجن ديفايس، عمالي انا بعطيه الكتريكال انرجي. هلا عادة في غالب السيستمز راح يكون عندي في اس دي اللي هو اختصار ل فاريبل سبيد درايف. في شركة مشهورة اسمها ايمرسون، ايمرسون بتعمل سيستم اوتوميشن، وهي شركة ضخمة ضخمة عالمية، أحد الشركات اللي شرتها شركة في ويلز اسمها كنترول تكنيكس، الشعار تبعهم power without control is nothing. شو يعني؟ يعني انا عندي مصدر طاقة هائل هون، إذا هاي الطاقة ما قدرت إني أتحكم فيها وأخففها وأزيدها شو الفائدة؟ فهذا شعارهم، هذا شعارهم زي المطبع. لأن هم إيش بصنعوا هاي الشركة؟ بصنعوا variable speed drives. اللي اكثر شيء مشهور بالفاريبل سبيد درايفز، اي درايف الان الفاريبل فريكوينسي، اشهر موتور الان اللي هو سكويرل كيج اندكشن موتور. اذا الفاريبل فريكوينسي درايف هو الشائع الان جدا، اكثر درايف، اكثر نوع درايف منتشر مستعمل بشكل كبير، و90% من التطبيقات الصناعيه راح نلاقي انها سكويرل كيج اندكشن موتور مع فاريبل فريكوينسي درايف، التطبيقات اللي بدي فيها جود سبيد كنترول جود تورك كنترول. اوكي، اذا فاريبل سبيد درايف كورسنا كله هون بينطبق. هلا احنا في داخل الفي اس دي في عندنا باور الكترونيك ديفايس مزبوط، بس الدرايف هو اكثر من مجرد باور الكترونكس. ماشي، هلا احنا بدنا نصير نتعلم كيف الباور الكترونكس اللي حكينا عنها هون اللي درستوها في كورس الباور الكترونكس، كيف ببدا انا بطورها وبوسعها
بحيث اني اصير اتحكم تطلع بشكل اكثر على العلاقه الان ما بين الدرايف والمحرك او الالكتريكال اكتويتر الموجود هون. وطبعا رح يكون في عندنا فيدباك مضبوط. ايش النوع الفيدباك رح ناخده؟ ممكن اخذ سبيد وممكن اخذ بوزيشن. يعني رح يكون عندي نوع من الفيدباك نحطه باللون ثاني. لو كان عندي نوع من الفيدباك اخذت اللود لانه انا هدفي في بعض الاحيان سبيد لكن في احيان ثانيه فعندي في نوع من الفيدباك وممكن يكون هذا سبيد ممكن يكون بوزيشن. وهذا طبعا رح يرجع معي variable speed drive. وكل الاشياء اللي درستها في الكنترول كانك تطبقها هون. ايش يعني؟ يعني هذا كانك تطلع له موديل وهذا كانك تطلع له موديل وهذا كانك تطلع له موديل وهذا كانك تطلع له موديل من هون. كانك تدرس الكنترول سيستم كانك تطلع على stability. ممكن هذا السيستم يصير unstable؟ طبعا. ممكن يكون stable ممكن يكون unstable ممكن يصير عندنا مشاكل ممكن يصير عندي overshoot. كل الاشياء هاي موجوده هون. وعندنا هون اذا دخلنا الفيربل سبيد درايف بدي اعطي الاشاره تبعت الفيربل سبيد درايف. هذه هون الكنترول سيجنال وفعليا هو الكنترول سيجنال راح ينطرح منها الفيدباك. يعني اذا احنا بدنا نحطها بشكل مختلف بامكانك تحطها بهذا الشكل هيك بس هذا دعم طبعا اني ادخل يعني ممكن يكون عندي شيء زي هيك. اوكي وممكن تدخل السيجنال هاي على الفيربل سبيد درايف بس هون صار الدماغ تبع الكنترول سيستم. بس احنا هون بنتحكم بسبيد او بوزيشن او التنين. ايش في امثله اشياء بهمنا السبيد فيها بشكل رئيسي؟ ايش في مثال على شيء بهمني السبيد؟ كروز مثلا. سياره ماشي ممكن سياره ممكن انا ماشي بالسياره بدي اثبت السرعه. نعم اسكليتر ماشي عندي سرعه ما بتحكم فيها. شو كمان مخرطه ممكن مخرطه يعني في عندي مخرطه وبدي السرعه تكون دقيقه لان بدي القطع يكون دقيق السرعه وما بدي تستير بس ياثر عليه فبتحكم بالسبيد. نعم اي شيء داينامكس ماشي تمام بتحكم بالسي اذا السرعه هي الشيء اللي بتحكم فيه تمام. بوزيشن مثلا اشياء عندي بوزيشن ممكن انا عمالي بتحكم في سي ان سي ماشين والسي ان سي ماشين عمالها بتتحرك بدها توصل مكان معين تثبت في هذا المكان ففي عندي بوزيشن. وممكن يكون عندي التنين عاده بكون عندي سبيد وبوزيشن عمالي بتحكم في التنين فبيهمني التو فيربلز اللي موجودين هون. لاحظوا الباور في عندي هون مصدر للباور هذا مش مصدر للباور هاي الكنترول سيجنال اللي انا بدي اياها هذا مصدر الباور. يعني ما بكفي اني احط كنترول سيجنال ما في عندي سورس للباور اللي هو بالحاله هاي شو راح يكون احتمال كبير؟ اي نوع من الباور؟ الكتريكال باور. فاحتمال مثلا يكون عندي هون 3 فيز الكتريكال سيستم عمالي بعمل موديليشن للباور. هي الباور ويزاوت كنترول از نوثينج. عمال الفيربل سبيد درايف شو بعمل الان؟ حسب السيجنال اللي موجوده هون بيعمل موديليشن تمام. كلمه موديليشن عماله بيعمل للباور سورس اللي رايح على هذا المحرك او الاكتويتر بشكل عام. ممكن هذا الاكتويتر ما يكونش روتري ممكن يكون لينير. في كورس الام اس دي بنحكي بتفصيل اكثر بنحكي بتفصيل اكثر على نوع الاكتويتر اذا الاكتويتر كان روتري او